قارئ العاب، إحدى مسارات مسابقة أقرأ اللي ينظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي والمخصصة لطلاب وطالبات المراحل التعليمية. كل ما عليك فعله للمشاركة هو كتابة مراجعة لكتاب أعجبك والتسجيل من خلال موقع المسابقة www.ireadaward.com، وراح يترشح أفضل المشاركين إلى المقابلات الشخصية واللي راح تكون في الدمام والرياض وجدة، ومنها يتأهل 60 قارئ وقارئة إلى الملتقى الإثرائي واللي راح يكون في المنطقة الشرقية ويمتد لمدة أسبوع للمرحلة الابتدائية والمتوسطة وأسبوعين للمرحلة الثانوية والجامعية، وهو برنامج مكثف للقراء يبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً، يتخلل محاضرات وأمسيات شعرية ومسرحيات وورش في مجالات مختلفة، ويكون مع المشاركين رواد مثقفين ومثقفات من أصحاب التجربة لينقلوا لهم تجربتهم ويساعدوهم، وراح يتم ترشيح أفضل 10 نصوص لإلقائها في الحفل الختامي لتتويج قارئ أو قارئة العام.